الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم جمال كالعادة في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. إخواني أخواتي، إحنا كنتواجدوا في السلة الجديدة قريبة من ديك المسبح ديال السلة الجديدة، عمارة كما كتشوفوا هي هذه. فيها اير بليس 3، فيها 300 كما قلنا اخوان الكرام، المساحه ديالها 330 متر، فيها 6 ديال الشقق، ولكن البروميير ايطاج حنا غنصوروها لكم اللي هي مفتوحه كامله. الدخل كاين اللي بحال هكا بالمغازات اللي كتشوفوا هاد الشركه هادي كريم. المهم الدخل ديالها شهري تقريبا 6 ديال المليون في الشهر اللي كتدخل في الشهر، وعاد مازال بروميان خاوي، يعني بروميان خاوي اللي مفتوحه كامله. غادي نشوفوا اخواني الكرام هذه العماره التجاريه اللي كتواجد في سلا جديده، اللي المساحه ديالها مساحه 330 متر، محفظه كوميرسيال. الشارع هو هذا، وهذا الشارع الثاني. بسم الله، على بركه الله وعلى الله توكلنا. كما كتلاحظوا اخواني، الدخله ديال العماره هي هذه كما قلنا، سلا جديده المساحه ديالها 330 متر. غادي نشوفوا برومينيطاج اللي هي مفتوحه كامله، واهلا وسهلا. الدروج كما كتشوفوا، وهنا كاين هذا الاسانسور، دخلوا بسم الله ركبوا ياك. هنا غادي نشوفوا برومينيطاج هي اللي غنشوفوا دابا اخواني. غادي نشوفوا الشقه البرومينيطاج، حقيقة راه فيلا ما شاء الله، فيلا ما شاء الله. نطلب الله يكون النصيب ديالكم اخواني الكرام. هذه برومينيطاج ديال العماره اللي صورنا اللي فيها 330، وهذه بقات مفتوحه كامله فيها 330. هنا مع الدخله ديال الباب كما كتشوفوا، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. غنشوفوا هذا الجناح هذا عاوتاني شنو فيه. عشان هلا فندق 5 طوال، هذا تبارك الله ما شاء الله. هنا كلشي 3 دي ما شاء الله، حمام، روعة في الجمال، الله يبارك ويزيد في ذلك. هنا كاين صالون، هنا كاين صالون كما كتشوفوا، جناح اوكي، بيت واحد اخر هو كذلك. كاين حتى هو كذلك عنده حمام ديالو، حتى هو طروات تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. حنا كما قلنا سلة جديدة، عمارة فيها 330 متر، الدخل ديالها اللي مكري حاليا دابا 6 مليون شهريا. واللي بغاها خاوية مرحبا، ما كاينش مشكل. هنا بيتنا شفت كيفاش كلشي جاج، كلشي زاج هنا. غادي نشوفو عاوتاني صالة، هذه الصالة هنايا جهة الشرق، هاد البلاصة هادي قبلية. هنا صالون مغربي، كاينة هاد الكليسة كذلك هنا. هنا قول فيلا في عمارة، يعني 300 متر. تخيلوا معايا إخواني، قدمكم هاد الشاشة كلها ديال التلفزيون، هذا تفرج ليا في الكورة مع راسك الماتشات، هنا كاينة عاوتاني كذلك بيت ناس. فنان، صاحب العمارة فنان بامتياز، وتحية
الحريفيه في المغرب. اذا غادي نشوفوا عاوتاني كذلك هذا الجناح هذا حتى هو ما شاء الله 200 330 متر، عماره مقسمه على 6 ديال الشقق، ولكن البروميير ايطاج كما كتشوفوها بهذا الجمال اخواني اخواتي خلاها مفتوحه كامله تقريبا. اللي عندك شق وعندك فيلا في وسط العماره، وكاين واحد الدخل الشهري تقريبا 60000 درهم، يعني 6 ديال المليون شهريا. وشنو اللي مكري فيها؟ غير المغازات لتحت ولاك والشقه، الباقي كلشي خاوي. واللي بغى يشد خاويه يشد خاويه. العماره قبليه كتشوف القبله، وحنا دابا دخلنا الجناح روعه. كوزينه كما كتشوفوا اخواني اخواتي، كوزينه ما شاء الله، الله يبارك ويزيد في ذلك. كوزينه امريكا بهذه الكريسه ديالها كما كتلاحظوا اخواني الكرام، دار مشمشه كلها ما شاء الله، روعة في الجمال. هذه من زاوية واحدة أخرى هاد الكوزينة 330 متر، هاد الشقة فيها 330 متر إخواني الكرام. تلفزيون الحجم كبير، وكاين هاد الصالون حتى هو كذلك هنا. الى الجردة ما شاء الله، كاين الباربيكيو وكاين الشوايا ما شاء الله. حنا غادي ندخلوا عاوتاني كذلك للحديقة ما شاء الله. هنا كما كتشوفوا اخواني اخواتي الماركو ديالها، كاين هاد الشلال هنا خدام هذا تبارك الله. هادي خلي طيراس بقى خلف ديال العمارة، كليماتيزور سنتراليزي في الشقة، وهاد الكليسة دايرين هاد الدجاج هنا كتخرج. هنا كاين شوية عاوتاني كذلك، وفران كيدور بالضو، يعني بالشيميني ديالو وكلشي ديالو بالبلاكار. الله يبارك اخواني الكرام، شي تبارك الله ما شاء الله، دار مشمشة شرقا وغربا. كليسة الغازو ديالها ثمن اخواني الكرام ما يكون واحد الثمن، هذه العماره ثمن خيالي كما نقول. ما كنامنش بالهوتات، ولكن هوته هوته